مشروعات حياه كريمه، المبادره الرئاسيه اللي بتمس الشعب المصري وبتقتحم احد المشاكل المزمنه في مصر لعشرات السنين. النهارده بنتفرج على عدد من المشروعات في التربيه والتعليم بتتنفذ بعض المدارس، التوسعات يعني، وانا قاعد مع يعني بالمر شايف قد ايه الروح التنفيذ العاليه، ان في اصرار على تنفيذ هذه المشروعات في مده زمنيه يعني اقل من 6 اشهر عشان المدارس تخش لحيز التشغيل في مطلع العام الدراسي القادم.